بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا وأمتنا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا قديما كل إناء ينضح بما فيه، فتعجب السامع وقال أما الآن فلقد أصبحت كل الأواني معدنية. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب تكونوا بخير. أهلا بحضراتكم من جديد في كورس بيزيك ويندوز 7 from scratch. النهاردة إن شاء الله بإذن الله معدنا وسكشن جديد وحلقة جديدة هنتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله، نحاول نلخص مجموعة الكلام اللي احنا كنا حكينا فيه في السكشن. أول نقطة نتكلم فيها إن شاء الله بإذن الله بخصوص التحكم في البرامج اللي بتشتغل في الستارت أب وبداية نصنتج أو بداية تشغيل الجهاز. خلونا نفتح قائمة run تمام، وهنكتب الأمر msconfig صارني مايكروسوفت كونفيجريشن، ابتدي نعمل اوكي. انا اشتغلت على التطبيق الرابع اللي هو الستارت اب، وديت كل الابلكيشنز اللي بتشتغل في بدايه تشغيل الجهاز او في بدايه تشغيل نظام التشغيل تمام. قصتها ايه القصه ديت؟ ان نظام التشغيل بياخد وقت ليه علشان يحمل الابلكيشنز ديت، او بياخد وقت علشان يحملها لبيئه النظام. فانت لو شلت التشيك بوكس ده، انا مش عايزه مثلا يحمل جوجل درايف، انا مش عايزه يحمل سي كلينر، انا مش عايزه يحمل اونرير ارشيفر، فبيبتدي نظام التشغيل مش هياخد الوقت الكبير ده علشان يبتدي يشغل لك الجهاز الكمبيوتر. وبعد ما يحمل نظام التشغيل هيبتدي يدي لك المساحه علشان انت تتعامل او تتفاعل معاه، فده الوقت اللي هو هيوفر عليك او هيوفر لك وقتك ان انت تنفذ مهمة تانية. من تاني المهارة ديت خاصة باني احدد الابليكيشنز اللي هتشتغل في بداية تشغيل الجهاز بتاعي. الابليكيشنز اللي انا مش عايزها تشتغل لما يشتغل نظام التشغيل هشيل التشيك بوكس مش من عليه. مش معنى اني اشيل التشيك بوكس ديت اني حذفت الابليكيشن، لا، انا بس وقفت تشغيله او خليته ما يشتغلش في بداية تشغيل جهاز الكمبيوتر. لكن ممكن بعد ما انا اخلص تشغيل جهاز الكمبيوتر ابتدي اشيل وانا وشايل التشيك بوكس من عليه، اروح لقائمة البرامج اشغل الابليكيشنز اللي انا عايزها. ديت بخصوص الستارت اب، او ديت المهارة الخاصة بالتحكم في البرامج اللي بتشتغل في بداية تشغيل نظام التشغيل ويندوز ستارت اب. النقطة الثانية خلينا نتكلم عن تحديد مواصفات جهاز الكمبيوتر. ازاي نحدد مواصفات جهاز الكمبيوتر؟ انا هفتح رام مرة تاني وهكتب امر اسمه دي اكس دي اي اي جي دايركت اكس دي لوج بوكس دي اكس دي اي اي جي، وابتدي اعمل بريس الانتر هيديني الدايركت اكس دايجنوستيك تول. دايركت اكس دايجنوستيك تول كنا سبق قلنا ان النافذه ديت مهمه جدا لاي حد بيتعامل مع هاردوير، او اي حد عايز يعرف او عايز يعرف مواصفات الجهاز اللي هو موجود عليه. دي بتدي لك تقريبا نسبه كبيره جدا من التوصيف او مواصفات الهاردوير بتاع جهاز الكمبيوتر. شرحنا فيها شويه نقط كده هناخدهم سريعا: الاوبريتنج سيستم نظام التشغيل ونواته، لانجوج لغه نظام التشغيل، سيستم مانيفاكتشر الشركه المصنعه للهاردوير اللي انا موجود عليه، البي سي او اللاب، انا اللاب بتاعي توشيبا. بعدين سيستم موديل ساتلايت مثلا سي 850 ايه ما اعرفش كام. وقلنا ان السيستم موديل ديت كل فائدتها ومع السيستم مانيفاكتشر لما نيجي ندور على مواصفات الجهاز، او نيجي نقارن ما بين جهاز وجهاز، او نيجي نحاول نسال على شاري جهاز جديد، فنقول والله اللابتوب بتاعي توشيبا ساتلايت سي 850. كل لابتوب بتنتجه الشركات بيبقى يونيك ستيت، حاله لوحده كده، حاله فريده. بمعنى ان مثلا توشيبا لما تنتج لابتوب ساتلايت سي 850 ايه ما اعرفش كام، كل اللابتوبز اللي هتنتجها توشيبا بنفس الماركه ديت معناها ان مواصفاتها واحده ستاندرد، ما لم ان اليوزر اللي بيشتري اللابتوب بيبتدي هو يمنتج عليها او يعدل عليها، يعلي الرامه، يعلي كارت الشاشه او كده. ده اللي هو ايه، ما بتبقاش القصه كده، ده بتبقى الشركه بتجيب لك اللابتوب بمواصفات واحده. كل اللابتوبز اللي مطلعها توشيبا ساترايت سي 850 بتبقى بالمواصفات ديت، والا وده السبب اللي خلى الكل برودكت موديل. يعني كل منتج ليه موديل معين خاص بيه، زي مثلا لما نقول عده موبايل ان 70 يبقى كل الان 70 مواصفاتها معروفه وايه كده. النقطتين دولت مهمين في ايه؟ اني اقارن، ما اسال على سعر الجهاز بتاعي
لو كان في توصيف من التوصيفات ما غطيتهوليش اسطوانة التوصيفات العامة، ابتدي اروح على الانترنت واكتب توشيبا ساتلايت سي 850 درايفرز عشان ادور عليه على الانترنت. البايوس، البروسيسور السطر الثري جدا ده انتل كور تريم تريد مارك، ان البروسيسور بتاعي كور اي 3، وقلنا ان هو معالج واحد لكن متقسم لثلاثي النواة. البروسيسور الواحد اتنين وادي اتنين واحد جيجا هرتز، اربعة سي بي يو، تقريبا اتنين واحد للبروسيسور واحد، معناها ان البروسيسور كور اي 3، اتنين واحد ديت تضربها ضرب 3 عشان تدي لك السرعة بتاعت البروسيسور بالكامل. الميموري ديت كنا بيها، ها ها رائع شباب. الميموري ديت الرامة، وان الرامة عندي اربعة ما يهمنيش دولت. ده بالنسبة لي او انا مش عايزين نتكلم عنها مؤجر خصوص يعني. النقطة التانية خلينا نروح للديسبلاي، وانا عايز الابروكسوتا الميموري، السطر ده هو اللي بيحدد لك كارت الشاشة عندك كام، وكارنت ديسبلاي انت العرض بتاعك عبارة عن كام في كام، توتال ميموري بتاعتك كام، والعرض بتاعك اللي هو عرض الشاشه ريزوليوشن كام في كام. يهمني من السطر ده. يبقى انا كده بالنسبه للنقط ديت ابتديت اجمع معلومات عن نظام التشغيل، الشركه، الاصداره او الموديل، الرامه، كارت الشاشه، باقي ان انا اتعرف على الهارد، وده قصه بسيطه. بتدخل على ماي كمبيوتر وبتبتدي تجمع، انت انا عندي 100 وادي 200، خلاص كده انا عرفت ان الهارد بتاعي 320. طب يا عم ده 200 ودولت 97، كده 297 عادي مفيش مشاكل. انا بنجربها تجريب، لان الشركات ما بتنتج الاحجام زي ما بتقول، ما بتنتجش الاحجام بمواصفاتها. زي ما انت بتشتري كارت ميموري 2 جيجا بتلاقيه 1.7 وهكذا، فلاشه 8 بتلاقيها 7.2، ما بتلاقيهاش بكل احجامها، لان وحتى الاحجام ديت بتقل في الاستخدام، على الاستخداميه بتلاقي احجام الوسائط التخزين ديت ابتدت تقل وهكذا. جيد. النقطه الثالثه خلونا نتكلم عن ايقاف بعض الفيتشرز في نظام تشغيل ويندوز. جبناها من فين؟ جبناها من قائمه ستارت، رحنا على الكنترول بانل، ومن كنترول بانل هنبكننا نحذف. فاكرين كنا بنحذف من فين؟ كنا بنحذف من حرف البي بروجرام اند فيتشر. احنا كنا بنحذف من بروجرام، لكن كان في استخداميه ثانيه اسمها الفيتشرز. وده النقطه اللي احنا بنتكلم عنها. انا كنت بحذف اي برنامج من عندي بكليك يمين عليه وانستول. خلينا نروح لترن ويندوز فيتشر اون اوف ديت، ونستنى شويه. معناها ايه فيتشرز؟ معناها مميزات او فيتشرز موجوده على داخل نظام التشغيل. انا ببتدي بعمل لها تيرن اوف، ما بعملهاش ان انستول. وده الفرق ما بين اني اعمل ان انستول وبعمل تيرن اوف للفيتشر. اني اعمل ان انستول فده معناه ان انا هحذفها تماما، يعني مش هيبقى لها اي وجود، انا هحذفها من بيئه نظام التشغيل. تمام. انما الفيتشرز انا بعملها تيرن اون او تيرن اوف، معناها ان انا ممكن ارجع لها مره تانية. لو عملت لها ترن اوف ممكن ارجع اعمل لها ترن اون، او لو عملت لها ترن اون ممكن في اي لحظه اوقفها. انما لما بعمل ان انستول فده معناه ان انا بشيله خالص من بيئه نظام التشغيل، فانا مش هعرف اضيفه تاني غير لما يكون ملف السورس كود، ملف الاي اكس اي، ملف التسطيب ما يكون موجود جواه. لما الفيتشرز اللي موجوده في ويندوز 7 دي فيتشرز بتتاكتف، وانا بقول لها يعني انا عايزك اون دلوقتي وانا مش عايز اون. زي مثلا انا عندي، خلينا نفتح قائمه ستارت، اول بروجرامز زين فور جي 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 جيمز، انا عندي جيمز اهو. تمام. لو انا وقفت او شلت الفيتشر ديت من ويندوز وعملت انشكت على البتاعه ديت وفنشت الامر بوكي، يبقى كده انا مش عايز الويندوز الفيتشر ديت تظهر في ويندوز، مش عايز ويندوز ينزل لي في الالعاب لسبب في بالي انا مش عايزها، حاسس انها بتاذيني ايا كان سبب اللي انت كنت بتحذف علشانه مجموعه الالعاب ديت. فنش الامر بوكي، هيتطلب منك اديني شويه لغايه لما نظام التشغيل يغير في القصه ديت، وبعدين هيطلب منك على حد علمي والله اعلم ان هو يعمل ريستارت. احنا طبعا مش هنعمل ريستارت، احنا بس كنا بنقول المهاره ديت فيها ايه الفرق ما بين البروجرامز والفيتشرز، الان انستولينج والتيرن اوف، تيرن اون وتيرن اوف للفيتشرز ديت. لما بعمل ان انستول لبرنامج انا بحذفه من بيئه نظام التشغيل بالكامل، فما لم يكن معايا برنامج التسطيب او ملف التسطيب انا مش هقدر اسطبه على نظام التشغيل تاني. انما الفيتشرز اللي في نظام التشغيل شويه خدمات بيوفرها نظام التشغيل وبيديني امكانيه ان انا اوقفها او اشغلها. انت وقفتها ممكن تشغلها في اي لحظه، انت شغلتها ممكن توقفها في اي لحظه. ده بالنسبه للفيتشرز ديت. هو كده ما اديناش اي رسائل غلط، فخلينا نروح على ستارت اول بروجرامز ندور على حرف الجي جيمز. اكشولي اتحذفت بالفعل، ده الكونكر والكوماند لاين ديت
اليوري ديت دي لعبة أنا كنت بتعامل معاها، يعني هو حذف لي كل الألعاب. طب سي أنا كنت عايز أرجعهم مرة تاني، خلونا نروح نعمل تيرن أون أو أكبر دليل، أو نستنى شوية وبعدين هنروح منورين عليها أو معلمين على التشيك بوكس أهو. أوكي هياخد نفس الوقت أو هياخد وقت لغاية لما يستدعيها من بيئة نظام التشغيل علشان يكتبها في الريجستري وتظهر انها ظاهره داخل قائمه ستارت لكل المستخدمين او المستخدم او لليوزر ده او لاي مستخدم تاني. ديت القصه بتاعت بروجرامز اند فيتشرز. هو هيخلص ومفروض حتى احنا لو رحنا دلوقتي على قائمه ستارت اول بروجرامز، خلينا نشوف جيمز لسه. طيب start in all programs، ننزل تحت in games g or games، رجع لي كل الجيمز مرة تاني. ماشي خلونا نتكلم دلوقتي عن انهارتات ازاي اوقف بعض خدمات نظام. اتكلمنا عن features، ماشي المهارة بتاعت التحكم في النوافذ السنابينج. خلونا نفتح اي ويندو كده يا شباب، هي هتبان امتى؟ هتبان انا مش عامل فول سكرين، بس اللي هي المهارة بتاعت السنابينج لو انا مسكت الويندو ديت وديتها شمال خالص نظام التشغيل هيجيب لي نصها، لو انا مسكتها وديتها يمين خالص نظام التشغيل لو انا مسكتها وحطيتها فوق نظام التشغيل هيخليها لي فول سكرين. ديت المهارة اللي هي الخاصة بالسنابينج، حاجة كده كيوت، حاجة كده لطيفة في نظام تشغيل ويندوز 7 بيحاول يحييها. طيب خلينا نتكلم عن المهاره بتاعت الستاك دو كده. انا فتحت اتنين ويندو، لو كليك يمين على التاسك بار وقلت كاسكيد ادي واحده ورا منها التانيه، ده كاسكيد. طب كليك يمين وستاكت الاثنين في وضع افقي. طيب كليك يمين وسايد باي سايد الاثنين في وضع راسي. طيب كليك يمين وشو ذا تيست توب لو انا عايز على الديسكتوب، اندو سايد باي سايد هيجيبها لي اللي قبل اللي قبل منها. طيب هو ايه مدى استخداميتي ديت؟ انا بستخدمهم في ايه؟ خلونا مثلا عموما لو انا بكون فاتح اكتر من جي، لو انا مثلا عايز انقل اجزاء من بارشن دي في بوكس مثلا عايز اوديها لمكان معين، فبيبقى من السهل عليا ان انا اعمل لها سيلكشن واخدها بكوبي او احطها في اي مكان تاني. ده الامر اللي هيوفر عليا بدل ما انا اقعد افتح الفولدر واخده بكوبي وبعدين اروح لدي وارجع تاني للسي. ده اللي هي القصه بتاعت اللي اختصارا مش اكتر عشان تسهل عليك شغلك وتعاملك مع نظام التشغيل. جيد النقطه الثالثه هنتكلم عن الاوتوماتيك ابديتس، تحديثات ويندوز او الاوتوماتيك ابديتس. خلونا نروح لقائمه ستارت then كنترول بانل اخر حاجه خالص المفروض ويندوز حرف W ويندوز ابديت. انا عندي الابديتس بتاعتي موقفها. يعني ايه ابديتس؟ بتعمل ايه؟ نشغلها ازاي؟ نغير في الاعدادات بتاعتها ازاي؟ الاوتوماتيك ابديتس معناها تحديثات تلقائيه باتشات بتنزلها الشركه بتنزلها مايكروسوفت على اجهزه العملاء بتوعها. بتسد مشاكل معينه، بتسد ثغرات معينه، بتحدث برامج معينه. وعن نفرض مثلا عندي انترنت اكسبلور 8 لما بعمل اوتوماتيك ابديت بيبقى 9، عملت ابديت ثاني هيبقى 10. في مشاكل في الان في ال في, في الفاير وول بتاع نظام التشغيل هيحدث لي نظام هيحدث لي الانتي فايروس اللي نازل مع نظام التشغيل نفسه ويندوز اللي هو مايكروسوفت سكيورتي اسينشال. يعني شويه تحديثات كده بتنزله مايكروسوفت للاجهزه. ممكن يكون في ثغرات في نظام التشغيل اكتشفتها مايكروسوفت بتحاول تعالجها. ممكن يبقى في برامج فيها مشاكل، احدث لغه كده يعني تمام. بس البرامج اللي بتتحدث كلها بيكون ليها دخل بنظام التشغيل، يعني ما له دخل طبعا ببرامج المستخدم بيسطبها على نظام التشغيل، لا برامج نظام التشغيل نفسه اللي بتنزل مع نظام التشغيل كاللغات كانترنت اكسبلورر. لو كان في باتشات لالعاب او حاجه زي كده بيحاول هو يعمل لها ابديت. انا عامل تشينج سيتنج تشينج سيتنج، لو عايز ادور على ابديت هعمل تشيك فور ابديتس. انا كونكتد بالانترنت خلونا نعمل تشيك، هو هيدور بقى ويعمل لي تشيكنج. انا كونكتد بس اكشوال انا مش كونكتد بالانترنت دلوقتي، خلونا انا مش عايز ابقى كونكتنج بالانترنت عشان بس الرخصه بتاعت البرنامج. فانا ايه هعمل تشينج سيتنج وانا عاملها نيفر 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 تشيك فور ابديتس. طيب ادي فانكشن ناقص 12
انا مش عايزه يدور على اي ابديت. طيب خلونا نقول انا الافضل ليا انا عاملها كده نيفر تشيك فور ابديتس. ليه طيب انا عاملها نيفر تشيك فور ابديتس؟ انا ما عملتلهاش ليه انستول ابديتس اوتوماتيكالي مثلا؟ ايه الفرق ما بين البتاع ده؟ ايه الفرق ما بين الاربعه دول؟ اول حاجه انستول ابديتس اوتوماتيكالي هو نظام التشغيل، لو حس بس بان في انترنت كونكشن بالجهاز الكمبيوتر سواء كان يو اس بي مودم او كابل انترنت او وايرلس او اي شيء، اوتوماتيك نظام التشغيل هيبتدي يعمل داونلود لمين؟ للابديتس ديت. ابديتس ممكن يبقى حجمها كبير جدا، ممكن تخلص لك فلاش الانترنت بتاعتك، وممكن انت بتراستر الجهاز ما تتسطبش غير لما تكمل، فده امر مقلق يعني، امر ممكن يسبب لك مشكله، فعلشان كده بنحاول نوقفها يعني. طب بخصوص اول نقطه اللي هي انستول ابديتس اوتوماتيكالي، النقطه الثانيه داونلود ابديتس بات ليت مي تشوز whether to install them، يعني انت عامل داونلود بس خليني انا احدد لك انا عايز اعملها مون انستول ولا لا. النقطه الثالثه تشيك فور ابديتس بات ليت مي تشوز whether to download and install. اللي فرق ما بين الاثنين دول هو بيعمل داونلود بس مستني مني الاجريمنت، مستني موافقتي علشان انا اعمل لها الانستول. النقطه الثانيه هو ما بيعمل تشيك بس ما بيعملش داونلود ولا انستول، بيستنى موافقتي علشان انا اقول لك اعمل داونلود وانستول. نيفر ما تدورش خالص، انا كنا كونكتد بالانترنت، خلينا نعمل تشيك فور ابديتس ابتدوا يشيك، بس اكشوال المشكله ان هو هياخد وقت طويل. بعد ما يخلص التشيكنج ده هيقول لك انا لقيت ابديتس في كذا وكذا وكذا احجامهم كذا وانا هبتدي اعمل لهم داونلود. ده الامر اللي هيخليني اقول نقطه حصلت قبل كده مشكله بان الجهاز طالما دخل في طور الابديت الابديتنج يعني عمل تشيك وابتدى ينزل ابديت وانت عملت له شوت داون، الجهاز مش هيقفل غير لما يخلص كل الابديتس بتاعته، فاخد بالك كويس خالص. عشان كده انا قلت من الاول خالص كنت عامل نيفر تشيك فور ابديتس، ما تدورش. امتى ندور؟ اهو زي ما انا عامل كده، اهو انا دخلت وقلت له انت اعمل تشيك الابديتس دلوقتي، بس انت ما تدورش اوتوماتيك، ما تنزلش اوتوماتيك، حتى ما تعملش انستول اوتوماتيك، لا خليني انا نقول لك ندور امتى وانا نحدد لك ان ننزلهم امتى. بس اكشولي انت كده كاوتوماتيك ما ينفعش، انا نيفر تشيك فور ابديتس، ما تدورش خالص على اي ابديتس. فالجهاز مش هيعمل ريستارت غير لما يسطب كل الابديتس اللي فيه، فممكن تجيب لك مشكله، ممكن يكون الكونكشن بتاعك مثلا ضعيف فياخد فتره طويله جدا، ممكن رصيد الفلاش اللي معاك لو كان يو اس بي مودم تلاقيه خلص، فانت مش الجهاز برده مش هيشتغل غير لما يخلص الابديتس بتاعته ديت. فعشان كده كان افضل حل ليها change setting و never check for updates، ما تدورش خالص. لو انت عايز تعمل ابديت انت اعمله دلوقتي check for updates، هيلي جالك updates انت ليك مطلق الحريه تعمله انستول اور داونلود، لكن القصه بعيده تماما عن اي حاجه اوتوماتيك. تمام، شكله هيطول فاحنا هنعمل اكس السنابنج للتشيك بوكسز. المهاره بتاعت التشيك فاكرين لما كنا نعلم على الفولدرز ونعمل كنترول وكده، فكان في بديل جيد جدا ليها من قائمه تولز. خلونا نعرض قائمه تولز لان فولدر اوبشنز من قائمه فيو هنعلم على يوز تشيك بوكسز تو سيلكت ايتم، هفعل حاجه اسمها التشيك بوكسز لما بقرب من اي ايتم فمتفعل فيه التشيك بوكسز، فبالتالي الامر اللي هيخلي لي بدل ما اضغط كنترول لا اخد الاثنين دول بكوبي مثلا، اخد الاثنين دول بكت، اخد الاثنين دول باوبن هيفتحهم لي الاثنين وهكذا. تمام، دي اسمها التشيك بوكسز، مفيده وجميله بدل ما اضغط على كنترول وكده، بس الملاحظه كانت في السكشن ان اضغط على البوكس على التشيك بوكس. تمام، لو ضغطت على الايتم هيلغي لك السلكشن، لما اضغط على التشيك بوكس هيحددها لك، على الايتم هيلغي لك السلكشن. تمام جيد، باجي معانا الفيو السنابنج فورمات فاكتوري مواصفات الجهاز من الرن الستارت اب برنامج الاندرير الدوس. طيب هنكتب شويه الاوامر اللي احنا اخدناهم في شاشه الدوس او الشاشه السوداء. خلونا نفتح قائمه
run ونكتب سي ام دي فور كوماند. هيظهر لنا شاشة الكوماند ديت الاوامر اللي اخدناها في السكشن بدايات التعامل مع الدوس. اوامر بسيطة جدا خاصة بافتح ملف، افتح فايل معين، ارجع الروت للنظام، شوية اوامر بسيطة خفيفة خالص ما فيهاش اي شيء، بتنقل بس الف به التعامل مع الدوس ده. الدوس ده مبني، ده النظام اللي اتبنى عليه نظام تشغيل ويندوز. خلوني نقول ان انا كده موجود في السي، عايز اروح للدي، هعمل دي ودبل نقطتين فوق بعض هروح للرون دي. طب انا عايز ارجع للسي، سي ونقطتين فوق بعض هرجع لرون سي. طيب او هرجع للسي مش روت. طيب انا لو عايز، انا كده موجود في سي يوزرز علي فاروق نجار، خلوني نعرض محتويات الفولدر اللي انا موجود فيه. استخدم امر اسمه دي اي ار، ابتدي يعرض لي محتويات اليوزر اللي انا موجود فيه. طيب خلوني نروح لفولدر معين، ونفرض انا عايز اروح للفولدر اللي اسمه ديسكتوب، هعمل ايه؟ انا كده موجود في سي يوزرز علي فاروق نجار وعملت عرض للبتاع ده، فعايز اروح للفولدر اسمه ديسكتوب، فاقول له سي دي واكتب له اسم الفولدر اللي انا عايز اروح عنده، انتر. المفروض يحصل ايه؟ المفروض الملقن الاوامر يدخل لك جوه الفولدر، يعني كانت علي فاروق نجار بقت ديسكتوب، فكده انت موجود داخل جوه الفولدر بتاع ديسكتوب. طب اكشن، انا عايز اعرض المحتوى الموجود جوه الديسكتوب، هي الامر اللي اسمه داير او دايركتوري، هيعرض لي بقى كل الحاجات اللي هي كانت موجودة على سطح المكتب معايا، واللي فيها مثلا الملف الفيديو اللي اسمه كارتون ميكر دوت ام بي 4. خلوني نشغل البرنامج ده، او انا عايز اشغل الميديا ديت، فهعمل ايه؟ كل اللي انا هعمله ان انا لما اجي اشغل ملف معين هنادي عليه باسمه كارتون ميكر دوت، الاسم دوت الامتداد، محدش ينسى الاسم دوت الامتداد. تمام يا شباب، و يا ريت نبقى حساسين شويه لقصه الحروف الكابيتال والحروف السمول ديت، هنعمل اند ونعمل انتر. وبيقول لي كارتون از نوت ريكوجنايزد از انترنال اور اكسترنال كوماند، هو كده ما فهمش السطر ده، والسطر يبدو ان هو فيه مشكله. طيب نحاول نكتب له الامر مره تانية. انا موجود على الديسكتوب والفولدر بتاعي اسمه كارتون ميكر دوت ام بي 4، وانا عايز اشغله او عايز افتحه، انا مش عايز ادخل لدايركتوري. برضه بيديني رساله غلط مره تانية. طيب المشكله فين؟ اكيد في مشكله في السبيلنج، سي اي ار تي او او ان ام اي كي ار دوت ام بي 4 كارتون ميكر دوت ام بي 4. انا صدقا مش عارف المشكله فين، ليش انا مش مركز. خلوني طيب اعمل ملف نيو تكست، اسمي 01 ملف تكست بس، وابتدي اعمل داير ل 01 تكست حجمه، انادي على 01 دوت تي اكس تي، هت انتر، هيفتح لي ملف التكست، او فتح ملف التكست عادي. ماشي، الله المستعان. هي كده المره اتطبقت، بس انا هي ما اعرفش ان اتطبقت، ما اتطبقتش ليه على ملف الفيديو، يعني احاول ادرسها بنفس الطريقه. ممكن اشغل اي ميديا، افتح اي برنامج، لما اجي افتح ملف بكتب اسمه على طول، لما بجي بفتح ملف بكتب اسمه على طول، لما بجي بفتح فولدر بكتب اسم الفولدر اللي انا عايزه، تمام؟ وقبل منه ايه؟ سي دي. ده الفرق ما بين اني افتح ملف واني افتح فولدر. الامر سي ال اس بيعمل كلير، الامر سي ال اس بيعمل كلير للشاشه بالكامل علشان يرجعها لي، ما فيش غير سطر اوامر ان انا فيه بس. طب انا لو عايز اروح للروت،
يعني انا موجود في سي فولدر يوزرز، فولدر علي فاروق نجار، فولدر ديسكتوب. لو انا عايز ارجع للروت هعمل ايه؟ هعمل سي دي باك سلاش هيت انتر، هيرجعني للروت. تمام. لو انا برضو كنت موجود في الدي ورحت اعمل داير ورحت داخل على فولدر بيزك بروجرامز، او خلينا نقول ايديو تكنولوجي مثلا، انا عايز ادخل الفولدر ده سي دي ايديو اندرسكور، لو خلينا اسلاميكس طيب عشان هو من برشلونة واحد بس، اسف من اسم واحد بس سيستم مش لاقي، مش عارف في لاقي اللينك عشان الاي مش كابيتال، عشان الاي مش كابيتال سي دي. انا عايز اروح ل اسلاميكس هيت انتر، انا موجود جوه الفولدر اللي اسمه اسلاميكس. خلونا نعمل داير، انا في اسلاميكس الفولدرات عندي انجلش، فولدراتي كلها عربي. الترميز ده معناه ان الحروف ديت عربي. ماشي، خلونا نكتفي بالقصه ديت. انا موجود في الدي اسلاميكس، عايز ارجع للرود دي، فابتدي اعمل ايه سي دي وبعدين باك سلاش وهيت انتر، رجعني للرود تاك. اخدنا ايه تاني يا ربي؟ عذرا يا شباب، دايركت وسي ال اس وسي. طب القصه بتاعت لو انا كنت عايز ارجع خطوه واحده بس، خلونا نروح للبرشن سي نفسي، خلونا نعمل داير وهدخل على يوزرز سي فين يوزرز. ماشي، عايز اروح ليوزرز سي دي يوزرز، انا في يوزرز، خلونا نعمل داير. طيب انا عايز ارجع سنة خطوة واحدة بس، هعمل سي دي وبعدين نقطة نقطة، هيرجعني للسي. تمام، لو ارجع خطوة واحدة بس يعني انا كاني عملت باك، كنت في سي يوزرز رحت عملت باك رجعت ليه السي مرة تانية. لو عملت داير هيعرض لي الحاجات اللي موجودة في السي، كل من ضمنها فولدر اللي انا كنت لسه فيه من شوية اللي هو يوزرز. تمام. ده بخصوص الدوس. خلونا نعمل سي ال اس عشان نعمل كلير للشاشة ديت، واخر امر اخدنا اكسيت اي اكس اي اي تي عشان يطلع لنا من محرر الاوامر او نفذة الدوس دي. النقطة التانية اللي اتكلمنا عنها بخصوص برنامج الوندرير او برنامج ضغط وفك ضغط الملفات، خلونا نشوف. انا عندي اهو فولدر ده فيه كورسات، ولنفرض مثلا ده عشان حجمه كبير انا اخد فولدر زي ده حجمه صغير 160 ميجا على ما اظن. ده ملف فريق، ده ملف مضغوط. الفرق ما بينه وما بين ده ان ده فولدر مفتوح وده ملف مضغوط. المره اللي احنا كنا بنتكلم فيها ازاي اضغط ملف معين وافك ضغطه وايه الاهميه، وانا ليه بضغط وبفك ضغط ملفات وفولدرات، ولا انا بضغط ملفاتي وفولدراتي. انا قلت، انا سبق وقلت اني بعد اذنكم يا شباب حاولوا تخلوا دايما الحاجات المهمه بتاعتكم رير مضغوطة. تمام، علشان حتى لو حصل فيها شيء في الملف المفكوك يبقى معايا نسخة مضغوطة. كما اني خلي برامجك او حاجتك الاي اكس اي كلها مضغوطة، وسبق ان انا نوهت عليها حتى عرضت صورة من الجهاز اللي انا موجود فيه. انا كل برامجي بتبقى دايما رير مضغوطة، علشان حتى لو لا قدر الله حصل بان الجهاز اتصاب بفيروس معين، او زي ما احنا كنا شرحنا في قصة الاوترن بيجي بيعمل ايه على ملفات الاي اكس اي، فمش هيقدر يركب على ملف الرير بتاعك لانه ملف مضغوط، فما احدش يدي لي صلاحيات المنتج عليه غيرك، غير حضرتك انت بس. تمام، ديت نقطة. البرنامج اللي احنا اخدناه كان اسمه وين رير. طيب خلونا نفتح كونكشن بالانترنت كده وهنحاول ننزل البرنامج من على الانترنت. نعمل وين رير، بس النسخة اللي هتنزل على فكرة بتبقى تجريبي من رير لاب، من رير لاب. تمام، من رير لاب، هنصغر شاشة صغيرة وهنبتدي نروح على داونلودز. ده برنامج اللي هنستخدمه في ضغط الملفات وفك ضغط الملفات.
على حسب طبعا نوعية نظام تشغيلك. الناس اللي كان عندها مشكلة في اللغة ليتست، فعندي انا عندي لغات كتير، امريكان والداتش والانجليش، وحتى ممكن يكون تلاقي عندي عربيك. عندي عربيك 32 وعربيك 64 بت. فانا ننزل انا نوعية نظام تشغيل 64 بت، فده الاصدارة ال 64 بت اخر اصدار خالص، اللي هي الاصدارة 5.2 اللي احنا كنا شغالين عليها في السكشن. دي الاصدار اللي احنا كنا شغالين في السكشن سيلكشن عليها، و ستارت داونلود. هي كده بتعمل لها داونلود. بعد ما تخلص خطوات التسطيب سهلة بسيطة ومعروفة، انا مش هسطبها، بس انا كنت حابب احضر لكم ازاي بنزل البرنامج ده من على الانترنت. كما ان هو المفروض يبقى البرنامج التاني، دي النسخة نزلت اهي على 64 التسطيب، وسبق ان احنا سطبناه واتكلمناه عنه. ده المفروض يبقى من البرامج اللي في الاولانيه خالص، لما تيجي تنزل نظام تشغيلك المفروض يبقى البرنامج ده اللي هو يتسطب، لان بفرض ان كل البرامج بتاعتك اللي انت هتسطبها بعدين بتبقى ايه، بتبقى مضغوطه، فانت محتاج برنامج عشان يعمل يفك الضغط ده، فبتحتاج برنامج الوين رير ده انه يكون موجود معاك. طيب ازاي افك الضغط؟ انا عندي ادي فولدر وكليك يمين عليه، وعندي اكستراكت فايلز واكستراكت هير واكستراكت تول مش عارف ايه. طب احنا اتكلمنا عن الثلاثه. اكستراكت فايلز هيحدد لك، هيفتح لك بقيه البرنامج نفسه، اختار لي مكان وعشان انا اعمل لك اكستراكشن ليه خصائص البرنامج نفسه. النقطه الثانيه اكستراكت هير ابتدي يفك لك الحاجات في نفس المكان، يعني شيء اكستراكت هير انتر باسورد. طيب انا ما اعرفش الباسورد بتاعتي، عايز باسورد دي اوكي. هو عمل اكستراكشن، بس هو هم كلهم كانوا موجودين في فولدر، فعمل اكستراكشن ليهم. الفرق ما بين ده اكستراكت هير هيفك لك فولدراتك هنا، النقطه الثانيه اكستراكت تو مش عارف ايه هيعمل فولدر. ما هو عمل فولدر، لا جس انا هخمن لك حاجه تانية. ادي كليك يمين واكستراكت تو، التالت انتر الباسورد، خلونا نعمل اوكي. المفروض ان نغير الاسم عشان الاثنين مش هينفع كده مع بعض. ادي فولدر وجوه منه فولدر. دي القصه، يا رب تكون الصوره واضحه، ان الراجل اللي عمل ضغط الملفات هم كانوا كده، فراح لممهم وحطتهم في فولدر وعمل لهم كومبريسنج. فانت لما بتيجي تفك هير هم اساسا موجودين في فولدر، تمام. انما الثالثه كليك يمين واكستراكت تو مش عارف، النظام البرنامج نفسه هو اللي هيحطهم لك فين، في الفولدر. طيب ازاي نضغط اي شيء معين؟ نفرض ان انا هضغط برنامج ضغط الملفات، وده مش منطقي طبعا، يعني المفروض نضغط اي شيء تاني. ونفرض ان انا هضغط البرنامج نفسه، كليك يمين عليه واد تو ارشيف، اختار يا اما رير يا اما زد اي بي. اتكلمنا عن رير، الحاجات اللي مساحتها اقوى كبيره، الزد اي بي كفاءه وفعاليه في الحاجات اللي مساحتها قليله. ده اللي يهمني بس في القصه دي حتى الان. انا القصه بتاعت السبليت اني اقسمها اتطلبت مني عموما، اني حتى اعمل باسورد الملف معين اتطلبت مني، ما حدش طلبها مني، او لو الناس عايزاها ممكن نشرحها بره بره محتوى السكشن تماما. فخلونا نعمل اوكي على طول. ادي اون رير، وهذا كده متريير ومضغوط كليك يمين وبروبرتيز عليه، واخد 1.7 ميجا. المساحه الاصليه كانت عباره عن 1.8 ميجا، قال لي حوالي بتاع ميجا ونص. النقطه الاخيره اللي انا حابب اتكلم عنها اللي هي خاصه بيه البورتبل، البرامج المحموله. سبق ان انا اتكلمت عن ازاي، يعني ايه قصه البرامج المحموله، و هو ايه يعني برنامج محمول. خلينا نقول انا ممكن المهاره ديت انا كنت بستخدمها ليه على وجه خصوص، واستخدامها وظيفتها ليه احيانا بتحصل صدف او مشاكل كده، زي ان اليوزر يبتدي يسطب برنامج معين موجود في بيئه النظام، وبعدين يروح برنامج الاي اكس بتاعه يضيع منه، فعايز السورس بتاع البرامج يفضل يكون موجود معاها. عجبتني جدا مها كانت عامله نسخه من ملفات البروجرام فايلز بتاعتها كلها
صحيح، احنا كنا متفقين ان البرامج تبقى موجوده في البروجرام فايلز. انا عندي بروجرام فايل 86 وعندي البرامج بتاعت 86 وعندي بروجرام فايلز اللي هي بتنزل مع نظام التشغيل نفسه. ولنفرض ما كانت واخده نسخه من 86 ده وشايلهم في بارشن ثاني علشان تحافظ على ان كل البرامج تبقى عندها بورتابل. اهو شايفين يا شباب ال4K ده البرنامج، البرنامج ده مثلا برنامج تحميل الانترنت. كل الميديا دي كل الايتيمز ال 31 ايتيم دولت كل ايتيم فيهم ليه دور مهم جدا في بدايه تشغيل الجهاز. اللي يهمني فيهم ملف الابلكيشن ده، كليك يمين عليه وران از ادمنستريتور هيشغل لك، هيشغل لك برنامج البرنامج اهو. انت لو بقى الاول لو انت لو كان جهاز الكمبيوتر اللي حضرتك موجود عليه مش عليه البرنامج، كل اللي عليك ان انت تاخد الفولدر ده بكوبي وتوديه للجهاز. فده معناه كلمه برنامج بورتابل ده برنامج محمول يعني. تمام، ديت بس اللي انا كنت عايز اوصله لحضراتكم في قصه البرامج المحموله. انه ممكن استخدم بعد ما سطب بيئه النظام هاخد نسخه منه، لو البرنامج كان عامل معايا مشكله بعد ما سطبه هاخد نسخه منه واتعامل معاه بعد خالص. طبعا القصه ديت ممكن في برامج كبيره ما تشتغلش معاها زي الفوتوشوب والالستريتور. انا معاه ما اظن، بس بالنسبه لي الفوتوشوب كان شغال معايا بورتابل كويس والالستريتور كان شغال كويس. نتمنى لحضراتكم تطبقوها وتدونا مثلا فرق ايه البرامج اللي بتشتغل كويس بالقصه ديت ولا لا دي فيها مشاكل او ما شابه. كان الهدف مش اني اسطب برنامج الفورمات فاكتوري، بس انا كنت بشاور عليه اقول لحضراتكم ان في برنامج اسمه فورمات فاكتوري. التسطيب مش لازم يبقى في السين، انت ممكن تسطب في اي مسار تاني، ممكن تسطب في الدي اب تو يو، ممكن تسطب على فلاش. القصه كلها بترجع لحضرتك في المقام الاول. انا كده تقريبا خلصت كلامي. اتكلمنا النهارده عن برنامج الوين رير وازاي يعني بورتابل بروجرامز وايه فايدتها، يعني ازاي اتحكم في البرامج اللي بتشتغل في الستارت اب في بدايه تشغيل ويندوز، ازاي احدد مواصفات جهاز الكمبيوتر من ران، اوقف الفيتشرز بتاعت نظام تشغيل ترن ويندوز فيتشر اون اور اوف، اتحكم في النوافذ عمل سناب اليمين والشمال والسنابنج وبعدين كاسكيد ويندوز والسايد باي سايد والستاكد ويندو، الاوتوماتيك ابديت الخاصيه تشيك بوكسز من قائمه فيو، كتبنا شويه اوامر صغيره في الدوس داير وسي دي وسي ال اس وسي دي دبل كوتيشنز والروت بتاع جهاز الكمبيوتر وكده، الستارت اب. الله المستعان، يا رب ما اكون نسيت شيء. عذرا يا شباب مسكوم حبتين فالواحد صوته اتغير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.